وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هكذا خاطب الله عز وجل عباده حاثا إياهم على السعي، والسعي هو العمل والاجتهاد للكسب في الدنيا والآخرة. وفي تفسير التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر بن عاشور: المراد هنا عمل الخير، والمعنى لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه، فلا يكون له عمل غيره. ولام الاختصاص ترجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة، وبذلك يكون ذكر هذا تتميما لمعنى ألا تزر وازرة وزر أخرى، احتراسا من أن يخطر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر، وأن الخير ينال غير فاعله. فالشر يأثم به فاعله، وكذلك الخير ينال أجره فاعله فقط، ولا يتحمل أثر كل منهما غير فاعله. فالإنسان مرتهن بأعماله، ولا يمكن لأحد أن يعطي من حسناته أو سيئاته لأحد إلا بالقصاص لأخذ حق المظلوم من الظالم. ويتضمن السعي في معناه العمل وإخلاص النية، فالإنسان لا يجازى يوم القيامة على عمله فحسب، بل على نواياه أيضا. ففي تفسير أبي بكر الوراق تترجم هذه الآية القرآنية الكريمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إنما يبعث الناس على نياتهم. فمن عدل الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، فإن كان عملا صالحا كان الجزاء خيرا، فالإحسان يقابله الإحسان، ويعاقب كل إنسان بذنبه، ولا ينتفع المرء بسعي غيره. غير أن جمهور العلماء أجمعوا على انتفاع الآباء بدعاء أبنائهم وصدقاتهم والحج لهم والصلاة عليهم، وذلك لقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإيمان الآباء يصل أجره إلى الأبناء، ويرفع الله تعالى درجات الأبناء ليقر أعين آبائهم برؤيتهم معهم ورفقتهم في الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.